السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة في حاجة بقى، النهاردة مش أكل غدا ولا عشاء، النهاردة هنعمل المزية البرتقال والجزر أو مهلبية البرتقال والجزر، سميها زي ما تحبي، المهم إن النتيجة في الآخر يعني هي مش صعبة كتير عن المهلبية، هي طريقة المهلبية بالظبط. بس هقولك بقى المقادير بالتحديد، عشان دي فيها مقادير، دي لازم كل واحدة تعمل المقادير دي بالظبط. هتعمل نصها تنصص كل المقادير، هتعمل الضعف نفس القصة. المقادير اللي معايا ديت عبارة عن 2 كيلو برتقان معصور، 2 كيلو برتقان معصور ومتصفي طبعا، معصور بأي أداة عندك، شوفي انت بتعصري البرتقان بإيه هتعصريه وتصفيه. الحاجة التانية ده نص كيلو جزر مقشراه ومخرطاه وسلقاه، وسلقاه في شوية مية مش كتير، يعني المية تكون مغطياه كده وتسيبيه يستوي كويس، بس تاخدي بالك ما يلزقش منك او المية تخلص من عليه، وبعد كده هتطحنيه في الخلاط عادي. يبقى ده نص كيلو جزر عليه 2 كيلو برتقان عليه كيلو سكر. الحرية ليكي في السكر، ان انتي من كيلو الا ربع لكيلو سكر، اللي بيحب الحاجة مسكرة واضحة يحط كيلو، اللي بيحب الحاجة شوية يعني سكرها مش واضح قوي يحط كيلو الا ربع، وده ربع كيلو نشا، ربع كيلو نشا. هنا لتر ميه، ده اللي هضيفه طبعا على المكونات دي عشان اعمل ايه السائل بتاعي، ده بيتخفف طبعا، يبقى هيتخفف على لتر ميه. ودول بالظبط كيسين فانيليا اللي هم الصغيرين، مش اكتر من كده، يعني كيس يكفي كيسين، انا جايبه كيسين عشان برضو ايه طعم الفانيليا يظهر، بيبقى طعمه كويس في الحاجات دي. هبدأ بقى اشتغل، هجيب الحله بتاعتي. يستحسن لما تيجي تشتغلي تجيبي الحله عميقه شويه، علشان لما تحطي كل المكونات دي ما تخافيش ان السائل يكتر منك، او لو انت بتقلبي ما تبقيش مرتاحه، لا هاتي حاجه تاخدي حريه الحركه فيها. هجيب بقى الحله بتاعتي دلوقتي، جبنا الحله بقى عشان نحط فيها الحاجات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا هنقل كده عشان اوريك هتعملي. هتحطي كل حاجه في الحله دي، البرتقال ادي كده، البرتقال وادي الجزر هتنزلي الجزر خالص كده. دي على فكره من الحاجات اللذيذه جدا ومحببه للاطفال، اللي عنده اطفال، وظريفه جدا في الصيف وفي رمضان والحاجات، كل اللي عايز اي حاجه ساقعه ومثلجات وخفيفه عن اللبن كمان. احط دلوقتي السكر اللي هو كيلو او كيلو الا ربع حسب حاجتك للسكريات، وبعد كده هحط لتر الميه ادي كده، هقلب بقى كده المكونات بتاعتي. طبعا كده كده السكر هيسيح على النار، يعني ما تقلقيش كده خلاص. هاخد بقى الحلة على النار، وبعد ما تسخن كده لما توصل ان هي يعني سخنت جامد، هبدأ احط النشا وهوريكي هتنزليها ازاي عليها عشان ما تكلكعش. يلا بقى نروح نشوفها على البوتاجاز. كده زي ما انتم شايفين هي سخنت خالص، اهي طلعت دخانه جامده، حطيتها على النار طبعا لغايه ايه ما سخنت. هبدأ دلوقتي اجهز النشا بتاعها، ادي النشا اللي احنا قلنا عليه، هحط الميه. طبعا قلت لكم خلوا الحله عميقه علشان المكونات دي كلها هتبقى عاليه فيها، فتبقي براحتك وانت شغال كده. اهي خليها سايله خالص، وحط لها ميه تكون سايله كده. كده تمام. هنزل بقى بيها ازاي؟ طبعا المكونات سخنه جدا، فما ينفعش انزل بيها فجاه وتروح مكلكعه معاكي. هوريكي هتعملي ازاي، هتمسكيها بايدك الشمال وبايدك اليمين تقليب تقليب، وتنزلي ايه حاجه بسيطه منها سرسوب رفيع كده لغايه ما تخلصيها. كده خلاص اهي، يلا بقى ننزلها على الخليط. بسم الله الرحمن الرحيم، هعمل بسيط قوي كده كده كده، وايدي على طول فيها، ايدي فيها فيها على طول عشان ما تكلكعش معاك. هتاخدي ان شاء الله نتيجة كويسة لو عملتي كده. طبعا النشا لما مع السخونية هتكلكع كده خلاص. ايوه كده، انت دلوقتي بقى ايدك فيها من بعد ما تحطي النشا خطر ان انت تشيلي ايدك منها. ليه بقى؟ لانك لو شلتي ايدك منها هتبدا النشا تكلكع في اماكن واماكن لا، واماكن تبقى سايله واماكن مكلكعه وشكلها مش هيبقى ظريف ابدا. فانت دلوقتي هتقلبي، انت دلوقتي ماشيه في طريق الغليان، اول ما تغلي هتبدا تدي القوام التخين اللي انت عايزاه،
بس كل واحد بقى على حسب القوام اللي هو عايزه. المهم ان انتي تنزليها من على النار قوامها يكون شويه مش متماسك قوي، لانها اعملي حساب انها لما تبرد هتتماسك اكتر. فخليكي معايا انا اوريكي شكلها عامل ازاي. طبعا ما تنسوش يا جماعه فوائد الجزر والبرتقال، يعني دي حاجه البرتقال فيتامين سي، وطبعا هو رافع مناعه وبيقي البرد، والجزر فيتامين الف عشان الانسجه الطرائيه بتاعت الجسم كله، وعلشان كمان الجزر بيقوي النظر. يعني هي حاجه مفيده مفيده بنسبه 100%، ويستحسن ان انت تكرريها كل اسبوع مره منها. تاكلوا حاجه ظريفه ساقعه حلوه، وعلى فكره كل ما بتسقع تكون اجمل بكتير، ممكن لما تدات في الثلاجه كمان اليوم اللي بعدها بتبقى اجمل واجمل. فخدي بالك من الحاجات دي، مهمه وبسيطه ومش مكلفه. دلوقتي زي ما قلت البرتقال والجزر رخيص جدا، يعني استغلي الفرصه دي. كده زي ما انتم شايفين انا ايدي فيها طبعا من ساعة ما بدأنا نحط النشا، خلاص كده قوامها بقى كويس جدا. هحط بقى الفانيليا بسرعة، ادي الفانيليا، واقلب تقلبتين وخلاص على كده اطفي وابدأ اغلف الايه العمودية بتاعتي. يلا كده كفاية قوي، لانها اهي قوامها اهو قوامها كده. خدي بالك انها لسه لما تتصب في الكاسات او في السلاطين هتبدا تجمد بقى وتبقى قوامها كويس بعد كده. كده خلاص انا طفيت البوتاجاز، يلا بقى اوريكم ابدا اغرف. كده خلاص اهي، يلا ادي اول سلطانيه معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حاولي من بره تبقى السلطانيه ايه نظيفه، لانها هتنشف على كده. يا اما تكوني مجهزه معاكي مناديل عشان اول ما تخلصي تروحي ماسحه طرف السلطانيه من بره، عشان طبعا لما تتقدم تبقى شكلها نظيفه وكويس. كده ادي اول واحده معانا. هتبداي بقى تصبيها يلا في كاس كاس، بعد كده هتسيبيها تبرد، وبعد ما تبرد حسب رغبتك، عايزه تحطي عليها زبيب وجوز الهند ماشي مفيش مشكله، عايزه تسيبيها كده زي ما هي ماشي. في كل الاحوال طعمها بيبقى جميل، هي كده اصلا مكوناتها طعمها لذيذ جدا، وهتسقع وتبقى حاجه حلوه قوي هتنفعك قوي في رمضان. يا ريت بقى تخزنوا الجزر والبرتقال، دلوقتي هو رخيص وموجود في رمضان مش هتلاقيه تاني، فانت دلوقتي يبقى فرصه ليكي تخزنيه عشان ان شاء الله بعد كده تعملي المازيه، تعملي عصير، تعملي. على فكره انا ان شاء الله في حلقه برده هوريكي ازاي تعملي مربى الجزر، والجزر برده موجود كتير ورخيص ان شاء الله. كده خلاص هكمل بقى غرف باقي الكميه واوريها لك ان شاء الله في اخر الحلقه. كده بقى بعد ما انا غرفتها كلها هنسيبها تبرد، وبعدين هتحطي على وشها اي حاجه تعجبك، ومش عايزه تحطي ما تحطيش، هي ظريفه من غير اي حاجه. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناه لو بتشوفوها لاول مره، وطبعا بتفعلوا الجرس عشان ان شاء الله اي حاجه اعملها توصل لكم.